من جانبهم أبدى عدد من المنتفعين ارتياحهم من الإجراءات الميسرة والسريعة خلال عملية توزيع الوحدات السكنية. نعم، حيث عبر عدد من المنتفعين بمشروع مدينة شرق سترة وكذلك بمشروع اللوزي الإسكاني عن ارتياحهم من إجراءات التوزيع. والله أشكر أول شيء جلالة الملك وأشكر ولي العهد على منحي هذه المنزل، وأنا سعيد صراحة مع أسرتي، والحمد لله أنه يوم سعيد إن شاء الله لي ولأسرتي إن شاء الله. يعني شعور لا يوصف صراحة، هاي انتظرة من عمر، والأكثر شيء فرحة ولدي بالبيت تسوى الدنيا وما فيها، ومشكورين، أشكر جلالة الملك والقائمين على هذا العمل. كانت الفرحة يعني ما قدرت أتكلم، يعني حتى في بيتنا أول شيء ناديتهم كلهم عيالي، أشرت لهم وقطعت سبيكر عشان يسمعون، يعني بعد الانتظار هذه الفترة 7 سنوات الأخيرة صراحة سرعوا الوتيرة، يعني صارت التوزيع اختصروا مدة طويلة كانت، الحين الحمد لله يعني شيء بشارة كانت حلوة. الله يطول عمر حكومتنا إن شاء الله ويخليهم ويخلي الملك إلينا يا رب إن شاء الله، وأنا مستانس أخوي مستانس والحمد لله على كل شيء الحمد لله. فرحنا أنا وخاصة البنات، فرحنا الناس ساكنين بيت وراثة، على الأقل احنا ضمننا بيت حق البنات، والحكومة ما قصرت.